ولن تخيفنا قراراتهم، ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا. إننا مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضايانا، وإن كنتم فعلا شجعان فنرجوكم أن تكفوا عن هذه الأساليب الملتوية آنذاك. ستجدون كما وجدتم دائما أن المغرب دولة تحترم التزاماتها ولا تتدخل في شؤونكم ولا في عمل مؤسساتكم. ما عندناش الغاز وما عندناش البترول باش نشريو الدمم، ولكن عندنا إرادة قوية، عندنا إرادة قوية ورؤية وحب انتماء لهذا الوطن صمد على ما يزيد 12 قرن. لذا ندعوكم من هذا المنبر أن تبتعدوا عن المغرب وانظروا ما يقع حولكم، ولا تجعلوا المغرب شماعة تعلقون عليها إخفاقاتكم. فمن جهة خطابكم الرسمي يعترف بمجهودات المغرب في تحسين الحقوق والحريات وتكريس دولة الحق والقانون وتأصيل النظام الديمقراطي، ومن جهة أخرى ممارسات تنتقد وتدين. دابا بغينا غير اش نطيقوا. شكرا سيد رئيس. لا دقيقة، هي خمسة دقائق، هي غادي يلا زيد. تفضل تفضل. لقد خلقتم لجان صداقة مع دول لا تجمعكم معها شراكة، وعطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب، أعطيتم المنبر لمرتزقة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وتمتلكون الجرأة للدفاع عن دولة القانون، فعن أي قانون تتحدثون؟ فتحتم المجال للوبيات الغاز وتعطلون مؤسسة برلمانية، فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟ أظن، وهذا سؤال، هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟ شكرا لكم. شكرا.